بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا فتح منصة خاصة بتوظيف الأساتذة المتعاقدين، كما تشاهدون نحن الآن على هذه المنصة. إذا الدخول إلى حسابي بالنسبة للأساتذة اللي سجلوا في السنة الماضية وعملوا كأساتذة متعاقدين في السنة الماضية يدخلوا من هنا، وهنا التسجيل في المنصة، هنا التسجيل بالنسبة لطالبي العمل الجدد، هنا رزنامة المشاركة. إذا ها هي رزنامة المشاركة من 9 إلى 14 التسجيل لإيداع الملف الإلكتروني، إشهار قوائم الترتيب الاستحقاقي، من بعد هيجي إشهار القوائم المتضمنة توزيع المرشحين المقبولين على المؤسسات، ومن بعد استدعاء المرشحين المقبولين للالتحاق بالمؤسسات. هذه هي الرزنامة. إذا هنا ندخل على عملية التسجيل. إذا التسجيل، مراحل التسجيل، التسجيل إلى غاية 14. إذا أولا الشروط، ثانيا الترشح، ثالث الحالة المدنية، الرابع الشهادة، وخامسا الحساب. إذا أول شيء راح تجده هي لازم توافق على هذه الشروط. إذا هذه الشروط، أصرح بشرفي أني لا أشغل أي وظيفة أو منصب شغل ولا أمارس أي نشاط مربح. إذا النشاطات الغير مؤمنة ما تخرج بعين الاعتبار، يأخذوا فقط نشاطات لديها تأمين لاسيرونس. وافق على أنه في حالة اكتشاف أي معلومات غير صحيحة دقيقة في البيانات أو الوثائق يحق للجهة المختصة إلغاء التسجيل واتخاذ الإجراءات اللازمة. وافق على أن التسجيل في منصة لا يعني بضرورة توفر منصب حالة احتساب الاستحقاق متقدما. وافق على أن المعلومات التي سيتم جمعها في هذه الاستمارة ستستخدم من طرف وزارة التربية من أجل إنشاء ملف ترشحي، كما يتم الاحتفاظ بها واستغلالها ومعالجتها طيلة مدة المسابقة وحتى إشهار النتائج وفقا للقانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعلومات ذات الطابع الشخصي. ونعمل التالي. إذا هنا راح يعطيك الاختيارات، هنا تختار مديرية التربية، مثلا راح نختار مديرية التربية لولاية عين تيمشن. الرتبة، إذا هنا تختار مدرسة ابتدائية متوسطة أو ثانوي، مثلا نختار مدرسة ابتدائية، المادة لا توجد. إذا اخترت متوسط أو ثانوي راح تكون هناك المادة. إذا في الابتدائي لا توجد المادة، فقط سجل بالنسبة للأساتذة اللغة العربية واللغة الفرنسية. نواصل التالي. هنا لازم تضع المعلومات، لديك رقم التعريف الوطني، الحالة المدنية والعائلية. هنا راح نحاول نضيف رقم وطني ونشوف إذا قبل هنا النظام، لأن اللقب هنا، الاسم هنا، اللقب باللاتينية والاسم باللاتينية، اسم الأب، اسم الأم، لقب الأم، هنا نذكر الجنس، تاريخ الميلاد. إذا نبدو باليوم 02، الشهر 05، 1990 مثلا. إذا هنا مفترض بحكم هنا الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ ميلاد. ولاية الإزدياد، إذا نختار الولاية، عفوا ولاية الإزدياد ما يهمش. إذا بلدية الإزدياد، رقم شهادة الميلاد، نوع عقد الميلاد عادي، الحالة العائلية متزوج أعزب ناخذ أعزب، إذا عدد أولاد لا يوجد، الجنسية جزائرية، بلد الإقامة إذا الجزائر بطبيعة الحال، العنوان الشخصي. إذا رقم الهاتف مثلا، يوجد كتابة بالحروف العربية فقط. إذا نعيد، هنا ناخذ رقم الهاتف 0567 مثلا، ناخذ هذا الرقم. اذا بطاقة الاقامة، يجب ان يكون الملف واضحا مقروءا بصيغة بي دي اف ولا يتعدى حجمه 1 ميجا. اذا لازم ترفع ملف بي دي اف ما يتعداش 1 ميجا، ملف بي دي اف ما يتعداش 1 ميجا. راح نبحث على ملفات بي دي اف، ربما نجد واحد. اذا راح ناخذ هذا مثلا ملف بي دي اف. الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، مؤدي رقم او محفى او مؤجل. اذا احنا راح ناخذ محفى او مؤجل، هنا راح ناخذ الرقم. اذا يطلبوا منك رقم الوثيقة، تاريخ إصدار الوثيقة،
مثلا راح ناخذ 2023 وثيقه اثبات الوضعيه تجاه الخدمه الوطنيه، نفس الشيء تكون بي دي اف وما تعداش، اذا ما تعداش واحد، اذا راح ناخذ اي ملف ما يهمناش. اذا هنا جمعنا جميع الحقول، احنا ما كتبناش المعلومات الحقيقيه، اذا كنت تضع المعلومات الحقيقيه هنا تضع رقم بطاقه التعريف الوطني، اللقب، الاسم، كل شيء. اذا نضع جميع المعلومات هنا، مفترض بحكم يوجد اختيار، هنا نضع لا، اذا اي شيء فيه نجمه حمراء لازم تقوم بملئه، ثم اتواصل الى التالي. شوفوا اذا مرينا للخطوه الرابعه اللي هي الشهاده. اذا لدينا تسميه الشهاده، مثلا راح نختار ليسونس، تسميه الشهاده ليسونس، هنا تخصص، اذا ما يطلبوش التخصص. هنا رقم الشهاده، تاريخ الشهاده، اذا تاريخ الشهاده راح تاخذ الشهاده الخاصه بك وراح تجد التاريخ كما هو موضح، اذا تاريخ الشهاده او محضر جلسه الشهاده. اذا تاريخ الشهاده هذا هو، مثلا راح ناخذ التاريخ هنا، اين هو التاريخ، عفوا راح نضع، اذا التواريخ نضعها فقط هكذا 2020 مثلا. الجهه المانحه، هنا تكتب جامعه او المركز الجامعي مثلا انتي موشنت، تاخذ الجهة اللي أصدرت منها هذه الشهادة، مثلا مدير المعهد، هنا ما يوضحوش الشهادة، إذا هنا تجدها في الشهادة أيضا. هنا ترفع الشهادة، نفس الشيء يكون ملف بي دي اف ما يتعداش 1 ميجا، فتح ونعمل التالي. هنا يرجى حفظ اسم المستخدم وكلمة المرور لاستخدامها من أجل تسجيل الدخول. هنا راح يخرجوا لك اسم هنا راح تختار اسم مستخدم وتختار كلمة مرور وتسجلهم في ورقة لتتذكرهم. إذا هنا راح نحتاجوا إيميل، راح ناخذ إيميل مؤقت، إذا ناخذ تمب ميل لنقوم بعملية التسجيل. إذا نعود للموقع، هذا هو الموقع، راح نختار اسم مستخدم، إذا مثلا راح ناخذ يوزر 24، كلمة مرور راح نختار أي كلمة مرور، عفوا نكتب بالعربية، إذا مثلا هذه الكلمة، عفوا مثلا راح نختار هذه كلمة المرور، نعيد كتابة كلمة المرور، إذا مقبولة. هنا راح نضع البريد الإلكتروني، راح ناخذ هذا البريد الإلكتروني مثلا، وهنا نختار البريد الالكتروني. هنا نكونوا قد انجزنا جميع يعني جميع الخطوات. هنا عليه فقط نضغط على التسجيل وننهي عمليه التسجيل بالنسبه للاساتذه الراغبين في التعاقد. اذا سيتم انشاء حسابك، رجاء لا تنسى اسم المستخدم وكلمه المرور الالكتروني. هنا ترجع، هنا ربما اذا كنت شخص لا تتذكر كابتيغ ديكون، اذا تساعدك كابتير ديكون اذا كنت في الكمبيوتر او كنت في اي شيء، هنا تعمل كابتير كابتير وتحفظ هذه الصوره. اذا تحفظ هذه الصوره في المكتب مثلا، اذا حفظنا الصوره، الان يمكن نعمل تسجيل ونعمل متابعه وننتظر حتى انتهاء عمليه التسجيل. اذا الموقع عليه ضغط كبير، ربما اذا ما فتحش معك الموقع لازم تعيد وتعيد 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 عده مرات. هذه هي الجزائر، اذا كما حدث في التسجيل في سكنات عدل وكما يحدث دائما في المواقع الجزائريه، ما عليك سوى المحاوله ثم المحاوله ثم المحاوله. اذا هنا بالنسبه للشرح انهيناكم جميع خطوات الشرح، الاول الشروط، ثانيا الترشح، ثالثا الحاله المدنيه والعائليه، رابعا الشهاده، وخامسا الحساب. هنا بعض الأشخاص متزوجين لازم تضع متزوج، تضع عدد الأطفال لأنه يساعدك في الحصول على التعاقد، إذا سوف يتم ترتيبك أحسن من الأشخاص الآخرين. ربما إخوتنا في الله الموقع هذا يبقى هكذا على هذه الحالة، إذا
لا أستطيع نعمل فيديو لأربع ساعات وأنا ننتظر. إذا هذه هي عملية التسجيل، ما عليك سوى الانتظار. في آخر شيء راح يقول لك تهانينا، وراح يبعث لك رسالة على الإيميل تفيد أنه يعني تم تسجيلك بنجاح في المنصة. إذا هنا أيضا راح تصلك رسالة، أنت تضع إيميل حقيقي الخاص بك، ما تضعش تامب ميل، ضع إيميل حقيقي وهكذا تعتبر مسجل وتعتبر في القائمة، يعني لن تدخل تفعل أي شيء. انتظر فقط حتى اليوم، إنك تشوف إذا مرحلة التسجيل. يرجى حفظ اسم المستخدم. إذا الموقع يعني فيه مشاكل، كان من المفروض من كلمة المرور كل شيء جيد. إذا راح نعيد التسجيل، راح نعمل متابعة ونعيد المحاولة. إذا لازم تعيد وتعيد وتعيد المحاولة. قلت لك بالنسبة للمتزوجين لازم تضع متزوج وتضع عدد الأولاد، لأنه سيساعدك، سوف يتم ترتيبك أحسن من الأشخاص العزاب. هذا فقط كمعلومة. واحفظ كلمة المرور، وأيضا احفظ اليوزر نيم. بالتوفيق لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.